أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، وذلك بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تحصل على أكثرية حاسمة تمكن من تشكيل حكومة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر منذ الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 10 مساء ستغلق أبوابها بتوقيت القدس المحتلة. وجهة الناخبين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للقائمة المشتركة، حيث حصدت هذه القائمة القوة الثالثة في الكنيسة الدورة الفائتة ب13 مقعدا، وتطمح للمزيد بهذه الدورة تزامنا لطرح صفقة القرن والحملة الشرسة التي يعاني منها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر. بشكل عام صاحبي الاقتراع هم 6.5 مليون ناخب إسرائيلي، سيوزعون على 10,700 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد للتصويت ل30 قائمة موزعة بين 3 معسكرات، معسكر اليمين المتطرف والوسط واليسار والقائمة المشتركة. هذه الانتخابات الثالثة التي تجرى في غضون أقل من عام بسبب فشل تشكيل الحكومة وتشكيل ائتلاف حاكم بين اليمين المتطرف بحزب الليكود وتكتل أزرق أبيض برئاسة بني غانتس. النتائج أظهرت في سبتمبر أيلول انقساما واضحا في الشارع الإسرائيلي ما بين اليمين والوسط، واستطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيحصل على 35 مقعدا وبني غانتس سيحصل على 33 مقعدا، أي يعني أن المشهد الانتخابي يمكن أن يعاد في سبتمبر أيلول المقبل مرة رابعة. فمشتاوى العربي الناصرة داخل الخط الأخضر. ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات من القدس. أحمد أهلا بك، كيف تجري عملية الانتخابات حتى الآن، وهل هناك من مؤشرات مبدئية؟ يعني أبرز المؤشرات هو ما أعلنته لجنة الانتخابات الإسرائيلية قبل قليل بأنه عند الساعة 12 منتصف اليوم بلغت نسبة المصوتين في هذه الانتخابات 27.6% بارتفاع 0.8% عن الانتخابات السابقة التي حدثت في أيلول سبتمبر الماضي. هنا تشهد هذه المنطقة في مدينة القدس إقبال من قبل الناخبين الإسرائيليين، وهناك انقسام في المعسكرات وهناك حالة من الاستقطاب الحاد لدى الشارع الإسرائيلي، لا سيما بأن نتنياهو يخوض هذه المعركة التي يسميها المعركة التي يعني معركة انتخابية، لا يريد العودة مرة أخرى إلى انتخابات رابعة، ويريد حسم الأمور بحكومة ضيقة من أصل 61 عضو كنيسة تحصل عليه الأحزاب اليمينية المتحالفة معه. ونتنياهو كان قد أدلى بصوته وقال وحث جميع مواطني دولة إسرائيل بحسب ما قال على ممارسة الحق الديمقراطي، وتحدث بشكل واضح بالخروج للتصويت وعدم الخوف من فيروس كورونا، حيث أن هناك كان هناك عدة تخوفات من إصدار عدد من الشائعات من أجل الحد من نسبة التصويت. أيضا يعني غريمه في رئاسة في قائمة حزب أزرق أبيض بني غانتس أدلى بصوته وقال بشكل واضح بأنه يجب وقد حان الوقت لاتخاذ التغيير وتغيير المعادلة، وذلك يعني بشكل يشير إلى وجوب تغيير بنيامين نتنياهو. أيضا أفيغدور ليبرمان رئيس وزعيم حزب إسرائيل بيتنا تحدث بعد الإدلاء بصوته بأنه يجب حاليا على الجميع الخروج للتصويت والحسم هذا المساء، سيجب أن يكون ما بين إما دولة الشريعة اليهودية أو بين إسرائيل بيتنا بشكل قوي. هذا ما يعني أبرز التصريحات التي صدرت لهذا اليوم. بخصوص ما تجري حاليا في الشارع الإسرائيلي الانقسام الحاد الذي تشهده، هناك انقسام ما بين من يؤيد معسكر نتنياهو وأيضا من يريد تغيير بنيامين نتنياهو. بني غانتس يسعى إلى يعني عدم وصول نتنياهو إلى
نسبة مهمة أو نسبة الحسم من أجل تشكيل الحكومة، إضافة لأن القائمة العربية المشتركة تراهن على ازدياد وارتفاع نسبة التصويت لدى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وكل الاحتمالات واردة ومفتوحة أحمد. حتى الآن لا نستطيع الحسم ولا توجد أي مؤشرات على استطاعة أحد المعسكرين الحسم أو الوصول إلى 61 مقعد، ما يعني أنه احتمالية الذهاب إلى انتخابات رابعة واردة ما دامت مثلا إن كان هناك فشل في تشكيل أحد الأطراف للحكومة الإسرائيلية بعد هذه الانتخابات. عند الساعة 10 مساء ستغلق مراكز الاقتراع وسيكون هناك عينة تلفزيونية أولية، وبخصوص النتائج النهائية ستصدر في الأيام القليلة المقبلة. مراسلنا أحمد جرادات تمعنا من القدس، شكرا جزيلا لك.